حيث أكد رئيس تحالف عزم الشيخ خميس الخنجر ضرورة المشاركة الواسعة في الانتخابات لأحداث التغيير المطلوب، مشيرا إلى أن الانتخابات المقبلة ستحدد مستقبل العملية السياسية والعراق بأكمله. وأكد الشيخ الخنجر خلال زيارة أجراها إلى قرية شروين التابعة لناحية المنصورية في ديالى، أكد التقى خلالها مرشحي تحالف عزم ووجهاء وشيوخ المحافظة، أكد من خلالها أن النظام الانتخابي الحالي يؤسس لعرف سياسي جديد في العراق، مؤكدا أن تحالف عزم صاغ طرقا جديدة في الحوار والتفاهمات مع الشركاء السياسيين من مختلف المكونات. تستطيع إذا ما اتفقت وشدت إيد بإيد وخرجت جميعا من أجل المشاركة في هذه الانتخابات، تستطيع أن تحدد مستقبلها، مستقبل هذه المنطقة، مستقبل شبابها، العمل، المدارس، المستشفيات، الطرق، القضاء على البطالة. ولذلك هذا النظام هو أشبه بمرحلة ما بعد 2003، بمعنى أنه يؤسس لعرف سياسي يستمر لسنوات طويلة. هذه الدائرة هل انتخبت من أهلها وناسها، من الساكنين فيها، من المتواجدين فيها؟ لو انتخبت غرباء، هل انتخبت ناس تمثل النسيج الاجتماعي للمنطقة؟ لو صار تهميش والغاء راح يصير عرف سياسي. ولذلك الكل مطالبة بالمشاركة الفاعلة في هذه الانتخابات. وأكد الشيخ الخنجر في ذات الزيارة أن تحالف عزم هو الجهة السياسية الوحيدة التي تطالب بالحقوق لا بالمناصب، فيما ترك الآخرين يتصارعون على المكاسب. وجدد الشيخ الخنجر تأكيده على أن قضية جرف الصخر قصة كرامة وليست قصة أرض فقط، وأن تحالف عزم عازم على إعادة أهالي الجرف إلى مناطقهم قريبا. قبل ما نجي البلطره ولم يتغير كل الاهداف والشعارات اللي رفعناها ولا قيد الملك، لكن وجدنا طريقه جديده في الحوار مع شركاء الاخرين، وحوارنا مختلف. اخوان، يجب ان تعلموا اننا الجهه السياسيه الوحيده اللي لا نطالب بالمناصب، احنا نطالب بالحقوق. ما وقفنا المنصب. احنا كاورنا على الحقوق. جادلنا، ناقشنا. كلها على الحقوق، على حقوقكم. على المهجرين. نازحين. الاراضي المغتصبة. العقود الملغية. المغيبين. السجناء. حكينا عن هذه التجاوزات الحشود على مناطقنا. احنا تكلمنا مع الاخر بالحقوق، ولذلك يحترمنا رغم صوتنا العالي. ما كان اخو شارك في بغداد يطالب بجرف الصخر، خاف الناس. انا من اول مره نزلت في مطار بغداد قلت اذا ما ترجع جرف الصخر ماكو مصالحه ولا حكومه ولا استقرار ولا قرار. جرف الصخر مو قصه ارض، قصه كرامه. جرف الصخر نطالب بها رسالة انه هاي الشجرة اللي ناخذها معناته كل شيء بنروح من عندنا يرجع للناس حتى تصير مصالحة حقيقية